مشاهدينا لمناقشة الموضوع يحضر معنا في الاستوديو المحلل الاقتصادي دكتور أحمد الحيدوسي، أهلا بك. شكرا استضافة. إذن ما هي أهم الملاحظات بالنسبة لكم كمختصين حول قانون الاستثمار الجديد؟ فعلا قانون الاستثمار جاء بعد سنتين من انتخاب رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية لم يستعجل في طرح هذا القانون، وكان وعد في حملته الانتخابية أنه سيرفع من نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي الخام. وجاء هذا قانون استثمار بعد قلنا أن رئيس الجمهورية لم يرغب في الاستعجال، شفنا أن الرئيس الوزير الصناعة السابق كان أعد قانون استثمار، لكن رئيس الجمهورية كان رفضه وطلب المزيد من الإثراء والنقاش، وفي كل مرة كان يطرح، لكن رئيس الجمهورية كان يفضل قانون دائم، لهذا كان التريث، لم يكن يرغب في استعجال إعداد قانون ثم يغير بعد سنة أو سنتين. بالتالي هذا التريث أنتج لنا قانون استثمار سيدوم لسنوات طويلة، سيضع التصور لاقتصاد جزائري لمستقبل ربما 10 سنوات وأكثر. لماذا؟ لأن هذا القانون الاستثمار حمل الكثير من النقاط الإيجابية خاصة للمستثمر المحلي والمستثمر الأجنبي. بالنسبة للمستثمر المحلي كان يشتكي في السنوات الماضية من البيروقراطية، وشاهدنا أنه تجربة وسيط الجمهورية استطاع أن يجد الحل لكثير من المؤسسات في حدود 912 مؤسسة كانت تعاني من عراقيل بيروقراطية، وبالتالي لما تدخل رئيس الجمهورية عن طريق بتكليف لوسيط الجمهورية استطاع عفوا حل الكثير من العراقيل. بالتالي التجربة هذه عفوا تم استلهام منها ووضعها في قانون الاستثمار. اليوم في قانون الاستثمار جاءت نقطة أنه يمكن إيجاد لجنة تتشكل من قضاة وخبراء اقتصاديين وإطارات لإيجاد حلول للعراقيل البيروقراطية. كذلك في قانون الاستثمار اليوم تم إعادة النظر في صلاحيات المجلس الوطني للاستثمار من خلال جعل صلاحياته ممركزة وتتمركز حول وضع التصورات للاستثمار والأولويات التي ترغبها الحكومة، ماذا تريد الحكومة في 10 سنوات القادمة، وجعل الوكالة الجزائرية وترقية الوكالة اللي كانت الوكالة الوطنية للاستثمار إلى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، وترقية هذه الوكالة وتصبح كالذراع الاقتصادي للمجلس الوطني للاستثمار لترأسه الوزير الأول. يعني الوزير الأول مع الحكومة تضع تصور، والوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار هي التي تكون في الميدان وتنفذ هذه التوجيهات والتوصيات من خلال دعم المستثمرين، من خلال توفير العقار الصناعي، من خلال توجيه المستثمرين، من خلال منح شهادة التسجيل في المنصة، وتم الاستحداث التحدث عن استحداث منصة إلكترونية للمستثمرين الراغبين في دخول عالم الاستثمار، وبالتالي يمكن الحصول على هذه الشهادة في ظرف قياسي، ويمكن للحكومة من خلال المجلس الوطني للاستثمار مراقبة هذه الاستثمارات إلكترونيا عن طريق لوحة قيادة، ويمكن ملاحظة كل ما يجري وجميع الاستثمارات، وبالتالي الموظف على المستوى المحلي أو على المستوى الجهوي اللي عرقل الاستثمار يعني يظهر تأخر ذلك المشروع، وبالتالي يمكن لتلك اللجنة من التحرك أو الحكومة التحرك والسؤال لماذا هذا التأخر في إنجاز هذا المشروع، وبالتالي هنا يعطي نوع من الشفافية والقدرة على التحرك بسرعة. إذن حمل هذا القانون مجموعة من الإجراءات الإيجابية للمستثمر المحلي، وكذلك بالنسبة كما قلنا للمستثمر الأجنبي، وكانت خرجات رئيس الجمهورية إلى الخليج العربي ومؤخرا إلى تركيا من أجل إقناع الشركاء التقليديين، وفي المستقبل له زيارة إلى إيطاليا وإلى الصين بالوجهة الجزائرية، وأهمية هذا القانون وأن هذا القانون يدخل في إطار شراكة رابحة للطرفين، وبالتالي تسعى الجزائر
إلى جلب الاستثمارات. وكما أشارت الحكومة إلى أن سنة 2022 ستكون سنة اقتصادية بامتياز، وهذا القانون محفز كذلك حتى للمستثمرين الأجانب، ومطمئن في نفس الوقت أنه بالنسبة للتحويلات البنكية المستثمرين الأجانب كانوا يتخوفون ويشتكون في السابق من التحويلات البنكية، ولكن هذا القانون جاء ليوضح يعني ما له وما عليه هذا المستثمر. كذلك بالنسبة لقاعدة 51-49 اللي كان المستثمرين في السابق يتخوفون منها، اليوم الحكومة ومن خلال هذا القانون الاستثمار لضبط قاعدة 51-49 فقط للقطاعات الاستراتيجية فقط، أما القطاعات الأخرى خاصة القطاعات التحويلية واللي تمس مباشرة بالأمن الغذائي واللي تخلق يعني القيمة مضافة، اسمحها للشريك الأجنبي أن يدخل إلى السوق ويوفر يخلق فرص عمل، ويمكن حتى كذلك تمويل المشاريع لتخلق كما قلنا القيمة المضافة وتكون في القطاعات الصناعات التحويلية والثمن المواد الأولية الجزائرية ممكن يصل إلى 90% نسبة التمويل.